لكن في البدايه يعني في جيت انا بتلعب ضد الهوم بويز، كيف انت كان انطباعك على الماتش ولي؟ الحمد لله احنا اتفرجنا على فرقه كويسه قوي، اتفرجنا عليهم ماتش الكاس وماتش السوبر، حفظناهم واشتغلنا مع لعيبتنا يحفظوا الفرقه بتشتغل ازاي، ايه المفاتيح اللعب اللي عندهم، قفلنا عليها كويس قوي الحمد لله. ما كانش فيه خطوره خالص طول الماتش، الخطوره كلها كور طويله كور طويله، هي دي اللي بتعمل خطوره، انما ما فيش اي مشاكل. بالعكس احنا ضيعنا فرص كتير، رحنا المرمى كتير، ضيعنا كذا هدف، فانما لسه ان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن ان شاء الله. هي سي اوريدي بيفور وي ستارت ماتش وي بيكفر، اتفرجنا عليهم كويس وحفظناهم هوم بويز اند وي نو هاو تو بلاي اباوت لونج باس اند وي بوتد فور اور جايز هاو تو بلاي هاو تو كلوز ات ايفريثينج اند وي ستيل فروم ناو وي وونت جيت ريدي فور سكند ليج ليبيا ان شاء الله. لك انت بتلعب المباراه الثانيه معاهم في ليبيا، وانت يعني شنو متوقع انك تكون في مباراتك اللي في ليبيا مع الرياضيين اللي عندك؟ وفي مشكله يمكن انتم ما تعرفهاش، الفريق بتاعنا بقاله 10 ايام، احنا كنا مريحين شهرين 2 مونز، احنا بقالنا 10 ايام شغالين. وهي there is big main problem for us our team we start training because when finish Libyan Liga we start training 10 days ago before this match and we was don't training two months. دي الحاجه اللي كانت بتقابلنا الحته البدنيه about physical here inside the beach, you know it's that's why we feel something hard but ان شاء الله in second leg انما قول له احنا لعبنا النهارده لعبنا 45 دقيقه، في 45 دقيقه هناك لسه يعني احنا النتيجه لسه في الملعب. Today we played already 45 minutes this mean first leg there is another leg there in Libya. افتر ماتش انا جمعت اللعيبه كلهم، لو حد شافني جمعت اللعيبه كلهم وقلت لهم احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا خلصنا الشوط هنا لسه في شوط هناك. If you saw he call all guys in the inside عشان ما حدش يفرح. Don't be happy don't be nothing this is first leg there is another one in Libya don't be happy there is nothing to do. اوكي اوكي. قال لك الجو هنا في كينيا هل هو بيقعد نفس في ليبيا غادي نفس درجة الحرارة ونفس ال فالجو هيبقى حلو. Second leg in the afternoon in the 8 o'clock. We will not play. Good. We will play in good condition, you know. With good weather and inshallah everything is okay. Finish. شكرا. Thank you.